يا جماعة الفيديو ده للناس الكاشير بتاع ستاربكس اللي على طول اللي قاصد ان هو يحرجني، قاصد ان هو كأني داخل امتحان سفارة، مش داخل، انا عايز فنجان قهوة، عايز فنجان قهوة صغير. يعني لما اقول لك انا عايز مثلا فرابتشينو مثلا، وانا اصلا حفظتها بالعافية او يمكن مش مدرك ايه الفرابتشينو ده قوي، ما تقوليش جرانتي جراندي او فينتي. ما هو ما انا ما قول لي كبير او صغير بلاش، ما انا بقول لك جراندي اللي هو انا بالنسبه لي الجراند، يعني الجراند تشيك الكبير، جراند يعني جراند بيراميد يعني، ما ويطلع الجراند ده في الاخر اللي هو الحجم الصغير. والفينتي دي فينتي وجراندي ايه يا جماعه؟ دي اسامي موديلات عربيات، مش خلصنا من الحته دي بقى، نخش في حته بقى التجويد اللي هو بقى تحب يا فندم اضيف لك عليها فوم سوبر تشيكن هوت. انا مش عارف، انا عايز قهوه، انا عايز اشرب فنجان قهوه او عايز حاجه، مش عارف هعيط من الاحراج. انا شخصيتي يا كاشير ستاربكس بتتلهي قدامك والله العظيم، ضيف بقعد اقول لك ضيف ضيف حط، بلاقي نفسي بشرب حاجه انا مش عارف انا بشرب ايه ودافع 1600 جنيه مثلا. حابب يا فندم فليفر الابل ناتس في الهازل نات الكوكو كولومبيان جاي من، مش عايز، انا مالي انا جاي من كولومبيا ولا جاي من فين، انا مش فارقه معايا والله، مش يعني اكيد انا مش هعمل كده اللي هو لا الكولومبي كولومبي لا يعني اثيوبي، البن اثيوبي انا مش هتفرق معايا، انا مش والله انا بشرب قهوه وخلاص. مش بقول لك ابصر عندنا بريست كوفي والكوفي بتتعصر، ما انا الحاجه الوحيده، انا عندي 35 سنه، الحاجه الوحيده اللي كنت عارف انها بتتعصر الفاكهه، ما كنتش عارف ان القهوه بنعصر، انا عارف ان حبوب البن مش فاهم، ما تحرجنيش ما تحرجنيش وخلاص. اللي هو اقرا قران بقى واسمي قبل ما اخش ستاربكس، وكاني داخل امتحان فيزياء وخايف كل مره سؤال جديد. يعني اخر مره الراجل قال لي يا فندم تحب كوكي، جسمي ترعش كده، حسيت برجفه في جسمي خوف، وانا فعلا كان نفسي في كوكي، فعلا كان نفسي في بسكوتة كوكي، بس يعني خايف من بعد كده، خايف مش عارف السؤال هيوصلني لفين. يعني والله ما عارف، ما بحب احرك عليها الهوبا سكالوب. الحاجه الوحيده اللي بقيت اطمن وانا بطلبها ازازه الميه، يعني ما فيهاش تجويد خلاص. ف لا